وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة. قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم أو الأمس، ولكن قضية تعود إلى 6 عقود ماضية. بدأ البرنامج السكاني في مصر منذ 1962، وتعاقبت المحاولات على مدار 6 عقود من خلال إنشاء مجالس لتنظيم الأسرة، إنشاء المجلس القومي للسكان، إلى إنشاء وزارة خاصة للشؤون السكاني والأسرة، ومروراً بالدستور 2014 والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلق في 2022، والآن أمام إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية والسكان في 2023. خلال هذه الفترة حصلت الدولة المصرية على نجاحات نعتبرها متوسطة الطموح. عندما بدأنا بمعدل إنجاب، وأعني في معدل الإنجاب هو عدد الأطفال في عمر السيدة في عمر الإنجاب من 15 إلى 49 سنة، كان في سنة 61 6 أطفال و8 من عشرة، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب طوال هذه الفترة حتى وصلنا إلى 3 طفل لكل سيدة في عمر الإنجاب في عام 2008، ولكن عاود المنحنى إلى الارتفاع مرة أخرى في 2014. ثم حصلنا في خلال المسح الذي أطلق في بداية هذا العام من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أتوجه له بكل الشكر والتقدير على هذا المجهود المصري الخالص بسواعد المصرية لإصدار مسح الأسرة المصرية من خلال هذا الجهاز. ثم رجعنا إلى العودة إلى الماضي. عندما نتذكر الماضي نتعلم منه الكثير. إذا عدنا أكثر من 123 عام سنة 1900، في هذا التوقيت حجم السكان في مصر كان 9 مليون، ووصلنا ل 19 مليون بعد 50 سنة، يعني من 1900 ل 1950 الزيادة السكانية كانت 10 مليون فقط. في هذا التوقيت قد متوسط معدل النمو 2 ل 3% في 50 سنة، وكان فائض الميزان التجاري 1,900,000 جنيه، تقريبا 2 مليون جنيه، وكان الجنيه المصري يساوي جنيه ذهب و50 تعريفة، وكان الدولار يساوي 20 قرش. لنا أن نتصور أن حجم السكان في هذا التوقيت كان يتناسب قدرات الدولة من الخدمات ومن الناتج المحلي. في هذا التوقيت كانت مصر تمتلك أكبر غطاء نقدي على مستوى العالم خلال من 1900 إلى 1950. الفترة دي مهمة لأن هي دي الفترة اللي كانت فيها في توازن ما بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وكانت تمتلك مصر ما يقرب من 4 مليون فدان. إذا حسبناهم على عدد السكان في هذا التوقيت كان نصيب الفرد حتى في الأرض الزراعية كان كبير، لكن نصيب الفرد أو القروقة الزراعية ما بتزيدش، لكن السكان بيتزايدوا والخدمات بتزيد، أو الاحتياج المواطن بيحتاج زيادة، وبالتالي كان لابد من وجود خدمات واقتصاد يسمح بالنمو ليتماشى مع هذا العدد السكان. كان في حجم في سنة 1930 عدد الطلاب المقيدين في الجامعات 3,596 طالب، النهاردة احنا بنتكلم على 3 مليون طالب. كان ساعتها في 3 جامعات هما اللي بيستوعبوا هذا العدد، النهاردة في فترة العشر سنوات أو 9 سنوات الماضية فقط مصر أضافت 40 جامعة جديدة للمنظومة. هذه عشان تستوعب 3 مليون طالب في مرحلة التعليم الجامعي. كان هناك 1,036 مدرسة، النهاردة عندنا 60,000 مدرسة ومئات الآلاف من الفصول الدراسية. المنظومة التعليمية في بداية القرن العشرين كانت منظومة خرجت أجيال وعلماء غزوا العالم بفكرهم وبعلمهم. لكن يمكن نتذكر هذه الصور موجودة لحد دلوقتي مع اختلاف الألوان ومع اختلاف الأزمنة. في مصر كانت الطرق والمواصلات وشبكة السكة الحديد يمكن من أحدث شبكات السكة الحديد على مستوى العالم، ولكن لم يتم تطويرها بالقدر الكافي التي يتماشى مع عدد السكان. يمكن كانت يعني تستطيع أن تعمل في ظل 19 مليون 15 مليون مواطن، ولكن عندما يكون العدد 105 مليون مواطن مصري بالإضافة إلى 10 مليون ضيف تستضيفه مصر، فأيضا نحن نتعامل مع أكثر من 120 مواطن
ما بين مصري وضيف على مصر على هذه الأرض الطيبة.